أنا جمال إبراهيم الصواف، أنتمي إلى عائلة عريقة في صناعة البسط التقليدية، وطبعا أنا من سكان غزة، وغزة مشهورة كانت في صناعة البسط وما زالت. الإنتاج هو توقف بسبب الحصار اللي احنا موجودين فيه، لكن العمل هو عمل يعني بضله يتطور، لكن ببطء، على انه المحاصرين ما فيش ناس بتيجي تشتري، فاحنا بنعاني من النقطة هذه. تقدر تقولي اني سعيد جدا في الشغل تبعي وفخور اني انا شايفه قدامي رغم الحصار اللي انا موجود فيه، اللي انا بعتبر حالي لقيت يعني اصبحت من الفنانين في العمل تبعي، وبرضه فنان ومسكر عليه ومش قادر يظهر اللي هو العمل تبعه وموهبته الفنية في شغله كبني آدم أخذ العمل عن والده وعن جده، ولحتى الآن بيشتغل فيه. وكمان مرة بقولك بفتخر فيه رغم أنه القوة الشرائية عندي صفر، إلا أني صابر، وأنا متأكد جدا أنه العمل تبعي حيلاقي إقبال للمتسوقين، وإن الله مع الصابرين.